السلام عليكم ومساء الخير، حياكم الله جميعا. المركيز هذا جاني من جدة، الرجال يبغى ينفض منعلى. طبعا في مشاكل ميكانيكية، أضلاع ما أضلاع، البوية مبهتة، الداخلية فيها ملاحظات شوية بعد بوريكم الحين. فبمشي معكم حبة حبة للتجديد كامل بإذن الله. فهذه الداخلية يا جماعة الخير، شوفوا هذه أتوقع أنه يعني شغلة فيبر جلاس تتعدل إن شاء الله، أو نشوف لها قطع. يبغى لها تنجيد كامل، مو كامل والله، ورا نظيف صراحة، تنجيد أمامي، تنظيف، تلميع، الله يسرها يا رب. شوفوا برضو عندكم يعني في ملاحظات بسيطة كذا، إن شاء الله تترتب. يا مساء الأنوار، هذه قطع المركيز. طبعا صراحة هالمكينة حفلة، مكينة عالم ثاني. يعني الرجال يقول تنقص زيت، بس تفاجأنا انه ما فيها زيت ولا موية، وجابتنا لين هنا الحمد لله. عموما خلنا نرجع للقطع ونشرح لكم. طيب ايش هو الشيء اللي جبته اصلي، وايش هو الشيء اللي جبته التجاري، وليش؟ طيب الوجيه صراحة عشانها جهة مكينة وتهريبات ودنيا، فما تحتاج الا اصلي صراحة، ما تحتاج تجاري. المساعدات كذلك ما تحتاج الا اصلي، لانه الفورد ثقيل فما يحتاج الا شيء اصلي. طيب الشيء اللي جبته تجاري عندكم مقصات الدفرنس، الكراسي، كرسي الجير، طبعا كراسي مكينة، عندكم الجلد مقصات مع كراسي مقصات، هذه كلها تجاري لانها تقريبا شيء استهلاكي يعني. فحرام اني اجيب شيء غالي وكالة وفي بديل ارخص. تحديث جديد على الفورد او الماركيز، وايش الشغلات اللي سويناها؟ سوينا له اصلاح دودة مع التركيب، تشوفون غيرنا له الكارتير، ركبنا له واحد من عندنا، ركبنا مساعدات، ركبنا اللي هو كرسي مقص مع جلد المقصات اللي فوق هنا، غيرنا كراسي المكينة، هنا واحد هنا واحد، كذلك مساعدات خلفية يمين يسار، وبرضه عمود توازن، اللهم صل على محمد، اللي هو مقصات دفرنس صغير كبير جهتين. فإن شاء الله حد نطبق باقي الأشياء، باقي عندكم الوجيه حقت المكينة والشغلات هذه كلها. نخلص من الميكانيك ونبدأ في الشكل الخارجي إن شاء الله. يا مساء الأنوار، زي ما أنتم شايفين هذه جميع القطع اللي تغيرت في السيارة هذه، مساعدات، جلد، مقصات، مقصات، كل إيش اللي يخطر في بالك تغير. طبقناها، غيرنا وجيه الصدر كامل، سير، نظفنا الدركسون زي في الفيديو السابق، سوينا كل شيء. الحين إن شاء الله راح نشغل بإذن الله ونشوف أمورها تمام. بعدها نأخذ لها تست درايف خفيف كده، نشوف الأمور الميكانيكية، بعدها نبدأ في البادي والداخلية إن شاء الله. طبعا هذا الفورد بعد ما خلصنا الميكانيك، طبعا لسه يبغى له ميزان، يبغى له غير كفرات، بس أبغى أوريكم حالته قبل لا نبدأ في التنجيد والرش وتغيير الوجهية برضو. زي ما انتم شايفين حالة البودي، هذه الداخلية، بس الحين متجه اسوي المكيف بعدها التنجيد. هذا الماركيز حالته قبل الرش وقبل تغيير الوجهية كاملة، جالس نعدل عليه بعض الشغلات، نوزن، برضو في مراية هنا جبناها له بنغير هذا زي ما انتم شايفين، في برضو الجهة الثانية. طبعا وزننا له الرفرف، الباب هذا كان ما يتسكر مزبوط ولا يفتح مزبوط، عشان كان في جاته صدمة هنا، لحمنا هنا وسحبنا وعدلنا الرفرف، عدلنا الشنطة، فاجب استعديلات بسيطة كذا تتصنفر وكل شيء وتخش على الفرن بإذن الله. هذه حالته، إن شاء الله تشوفون حالته بعد ما يخلص بإذن الله. والحمد لله
طبعا قبل كل شيء قبل لا نبدأ أذكر الله على الشيء اللي يعجبك. الحمد لله انتهينا من مشروع تجديد الماركيز 2008 بالكامل، من ناحية بوية، من ناحية ميكانيك، من ناحية عضلات، من ناحية كل شيء حتى الداخلية. اللهم لك الحمد. المدة كانت تقريبا 27 يوم أو 24 يوم حرفيا، اشتغلنا فيه من إلى، استنفذ منا وقت، استنفذ منا طاقة، لكن طلعنا بالنتيجة الجميلة اللي تشوفونها قدامكم. اشتغلنا فيه من إلى، حتى شكمان أضفنا له شكمان لأنه أمريكي الموتر، فخلينا نفس السعودي شكمانين. زي ما كنتوا تذكرون هذه كانت مكسورة وركبنا له عداد سعودي وبس.